قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيغيب عن المناظرة الجمهورية الأولى للمتنافسين على بطاقة الحزب للترشح للرئاسة والمقررة الأربعاء المقبل، وسيجري ترامب مقابلة على الإنترنت مع مذيع قناة فوكس نيوز السابق توكر كارلسون بدلا عنها. ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر مقربة من ترامب قولها إنه أخبر عددا من مقربيه بنيته الغياب عن المناظرة المقرر عقدها في مولوكي.